أنا أحمد هلال، أستاذ بجامعة بني سويف كلية الزراعة. الحقيقة إن اللقاء هنا يعني تطرق لمواضيع يعني جميلة جدا ومواضيع حديثة، وإن كنا ما كان نفسنا نغطي مواضيع أكتر، يعني من ضمنها مثلا إن معظم اللي بيسبب المشاكل في التلوث هو السمول هولدرز اللي موجودين في القطاع الريفي، وهم دول اللي بيتخلصوا من المخلفات النباتية أو المخلفات الحقلية، سواء كان بالرمي في الترع او عن طريق الحرق، وهو ده اللي بيسبب المشاكل. زمان كان السمول هولدرز ليهم يعني بوزيتيف افكت في ان هم بيربوا وبينتجوا وبيشكلوا قطاع كبير من الانتاج. دلوقتي في ظل الظروف اللي موجوده اصبح ان السمول هولدرز بقت ناقمه، وهل اتجاه الدوله لللارج سكيل ولا للسمول سكيل؟ ده موضوع كبير ومحتاج نقاش كتير. وفي الحقيقه كمان يعني حتى لما جم وزاره البيئه تتدخل في عمل وحدات البيوجاز، وكان طبعا دخلت بطريقه من باب ان هي تقلل من المشاكل البيئيه المنبعثه، والموضوع ده كبير ومحتاج فعلا ندوه لوحدها، هو موضوع انتشار وحدات البيوجاز، لانه كلها كانت عن طريق منح وبتاع، وما حققتش الهدف وما كانش فيها متابعه. فالمواضيع شيق وفي فروع كثيره، واحنا بندعوكم ان شاء الله في الايام الجايه في الندوات القادمه، ومتشكرين جدا لحضوركم.